إلهي نسألك بالإسم العظيم وجاه المصطفى وارد علينا بسم الله مولانا امتدينا ونمل منا نامه بنا توسلنا به في كل أمر يا طاهر رب العالمين وبالأسماء ما ورد بنفسه وما بغير ما دون ما دون بكل كتاب عجله تعالى وقرآن شفاء المؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غير ربي أجمعين وبالحديث توسلنا ولسنا وقل الأنبياء والمرسلين وعليهم مع الأصحاب جمعا تواصلنا وقل التابعين وبالعلماء بأمر الله سورا وقل للأولياء والصالحين أهس به الإيمان كتبا وقا وجهاد من الجارفين رقب في رتبة تمكين مرقا وقد جمع الشريط واليقين واجب الغيب روح القول أهلا عن القلب صدى لصديقنا أفي في الدين يدين حقا له تقيمنا ويتقينا ولا ننسى كما للدين سعدا عظيم الحظ تجاه بدينا فيه ندعو إلى المولى تعالى يوم الحاضرين ولطف سامل ودمام ستر وقبل لكل مهدينا وناتمها بتحسين عديم بحال الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله نادر إلينا ونحسب بالصلاة على محمد بكل خير سبحنا ونتم بالصلاة على محمد إمام كل خير